هذا انقلاب، هذا انقلاب حقيقي، ونا ضروري أن الشعب الليبي يعرف أن هذا انقلاب وليس حرب ضد الإرهاب بل حرب ضد الإسلام. هذا ما أقول له. بارك الله فيك. طبعا ما هو تعليقك حول مظاهرة اليوم أيضا على الانقلاب العسكري اللي يقوم به ما يسمى؟ أحب أن أرسل ثلاث رسائل. رسالة الأولى للمجرم مشاهدينا الكرام، نحن نقبل الرأي والرأي الآخر. هذه قناة ليبيا لكل الأحرار نقلت لكم الصورة المناهضة أو التي لا تؤيد عملية الكرامة ولديها حجج وتقول نحن كثوار لا نريد إلا بناء جيش وشرطة، ولكن ليست بالطريقة التي فرضت علينا وبدخول بنغازي وكما وصفوهم أنه انقلاب عسكري بشخص قالوا أنه يعني كان يساعد نظام القذافي. هذه الصورة التي نقلناها لكم نحن عبر قناة ليبيا لكل الأحرار كانت لهم حجج، وأيضا قالوا أننا لا نريد يعني الحرب ولا نريد الدماء، سفك دماء، ولا نريد لأصوات أزيز الرصاص ولا الطائرات، وفتحوا أيديهم للحوار وقالوا نحن نقبل الحوار في طاولة مستديرة، وحتى لو كان السيد خليفة حفتر من ضمن الحوار نحن نقبل به ونقبل بجميع الأطراف المتنازعة المتناحرة في طاولة مستديرة للحوار. أما الآن معنا مشاهدينا الكرام السيد سالم فياض عبر الهاتف، عضو في مؤسسات المجتمع المدني. السلام عليكم سيد سالم، من صحة الحرية بنغازي. السلام عليكم، مرحبا. سيد سالم، كيف تقرأ ما يحدث اليوم في بنغازي وفي ليبيا وفي طرابلس؟ أولا تحية لكل أهلنا في طرابلس وفي ليبيا وفي كل المشاهدين لقناة ليبيا الأحرار، وحييك أيضا أختي مقدمة البرنامج. أنا أشوف حقيقة يعني في اصطفاف سياسي كان ينبغي على هذا الاصطفاف والاختلاف السياسي أن يحل عبر صناديق الاقتراع مثل ما يعني تفعل بقية الأمم، أن هذا هو المسار الديمقراطي، ولكن مع الأسف أشاهد الآن جهتين متقابلتين عندها أسلحة وتنذر بالويل والسهور. هذا طبعا أمر غير مقبول ديمقراطيا، وأنا كإنسان يعني أقبل العملية الديمقراطية وأتبناها وأتبنى أدوات، أعتقد أن هذا أمر خطأ. بنغازي تذكرني الآن بالأيام الأولى للثورة، هناك حوالي ما بين 5000 إلى 10000 شخص كانوا موجودين في ساحة الحرية، الآن موجودين. نعم. هؤلاء 5000 يعني لو قلنا أو 10000 نصهم بيكونوا مدافعين عن بنغازي وهم يتوعدون بالسلاح، وبعض منهم كانوا ثوار معروفين للمدينة. طيب سيد سالم، في المقابل يوجد هنالك مظاهرة وتجمع كبيرة ستسير في مدينة بنغازي. طيب سيد سالم، سيد سالم، تنهدم للنسيج الاجتماعي في بنغازي. في المقابل يوجد هنالك تجمع ومظاهرة أمام فندق تبستي هي داعمة لعملية الكرامة. يعني أنت الآن لربما تحدثت عن نقطة مهمة وهي صناديق الاقتراع والديمقراطية، لا عن طريق كما أنتم ذكرتم أنه انقلاب عسكري. إذا ما هي المطالب التي تطالبون بها حتى ينتهي هذا النزاع؟ أنا أقول لك بكل صراحة، أنا أعرف جيدا أن هناك مجموعة في تبستي تدعم عملية الكرامة، وفي بقيه المدن أيضا. نعم، في طرابلس وغيرها من المدن الأخرى. ألو، تسمع فيا بوضوح؟ أستمع إليك. نعم، أنا أعتقد كإنسان يعني من مؤسسات المجتمع المدني وهذه الثورة المباركة أعطتنا نفسا ديمقراطيا وحرية، أنا أعتقد أن هذه حرية يجب أن لا نفرط فيها بغض النظر. الآن ليست الموقف شرح مواقف الأطراف، الموقف يحتاج الآن إلى إما أن نذهب في طريق صناديق الاقتراع وإما أن نذهب للتحاكم إلى السلاح والذخيرة. أنا أقول أيضا أن برقة بالذات ومدنها كانت في منأى في بداية الثورة عن هذا الاختلاف ما بين المدن، المنطقة الغربية جاءت بعضها. نحن الآن نقولها بكل صراحة لمصلحة من سوف تقاتل المدن برقة بعضها بعضا مع الأسف. أنا أقول لكل عقلانا، لكل عقلاء القبائل، عليكم أن تحسنوا حساباتكم، من الأفضل أن ننتظر 30 يوم ونغير هذا. طيب سيد سالم، اللواء المتقاعد خليفة حفتر عندما جاء بعملية الكرامة، بشكل شخصي أنا أقول لك المطالب، أنت قلت لي ما هي المطالب. طيب تحدث عن المطالب.